ليبيا العظيم، الجيش الذي ينتظره الليبيون ليحقق الأمن والاستقرار في كل ربوع ليبيا. مؤخرا أقامت أو هذا الأسبوع أقامت الأكاديمية العسكرية للعلوم الأمنية والاستراتيجية بليبيا دورة للتأهيل الدبلوماسي. كان موضوع الاستقرار في ليبيا هو العنوان الأساسي للعديد من الندوات والدورات التي تم إقامة حفل ختامي لها، أكد فيه اللواء عون الفرجاني رئيس الأكاديمية في كلمته أن الاستقرار يبني التقدم ويهزم الفقر والتخلف، ناقلا تحيات القائد العام المشير خليفة حفتر إلى الدارسين في هذه الدورة. تقرير سم ناول. إن الفترة الماضية من الأعمال التحضيرية والتخطيط والصبر على مواجهة التحديات التي مرت بها ثورة الكرامة لا شك وأنها أثمرت، ووجودها اليوم جزء كبير من مساحة ليبيا تحت سيطرة القوات المسلحة والقيادة العامة. كما أن الاستقرار والأمن أحد مشاريع الكرامة، حتى وأن يصل إلى بلوغ الأهداف المنشودة، إلا أنه خلق عملية توازن في عدم السيطرة الكاملة للمؤامرات التي لم تتوقف عن زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا.